السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب، قناة علوم على الانترنت. اليوم ان شاء الله سنرى طريقة بيع البيتكوين، يعني هذا الموقع قد قمت بشرعه وقد قمت بوضع فيديو وشرح هذا الموقع. الان ساقوم ببيع البيتكوين، لدي 1,400,000 ساتوشي، ساقوم ببيعها وساقوم بسحبها على حسابي في الادف كاش، يعني كما قد وضعت شرحا للادف كاش ساضع لكم رابط الفيديو اسفل الفيديو، رابط شرح تسجيل في مبلغ الادف كاش. الان ساقوم بعملية بيع البيتكوين. كما ترون هذه كل تعاملاتي مع هذا الموقع، قمت ب هنا 1,500,000 ساتوشي، قمت ببيعها الى بايزا. هنا كان البيتكوين قد منخفض شيئا ما، كان يساوي 400 دولار واحد بيتكوين. هنا قمت بإدخال 1,200,000 ساتوشي وقمت ببيعها وقمت بسحبها على بايزا 7 دولار و32. هنا قمت بإدخال 400,000 ساتوشي من جزابو، وهنا 1,000,000 ساتوشي من جزابو. طريقة إدخال يعني البيتكوين هنا طريقة سهلة. مثلا لديك هنا إذا أردت إدخال البيتكوين يعني بيع البيتكوين، تضغط على أول شيء تكون واجهة الموقع هكذا، هذه هي واجهة الموقع، تضغط على واليت. إدخال البيتكوين، تضغط على ديبوزيت أو الدولار، أو أنا مثلا أريد إدخال البيتكوين، أضغط على ديبوزيت، سيعطيك هذه الأدريس، ستقوم بنسخها وتذهب إلى حسابك في زابو أو بلوكشين أو أي حساب آخر. ترسل المال كم تريد الإرسال، مثلا 1,000,000 ساتوشي أو 100,000 ساتوشي، أنت واختيارك. أنا الآن سأقوم ببيع هذه 1,400,000 ساتوشي. طريقة بيع البيتكوين أو شراء البيتكوين هي طريقة سهلة، نضغط هنا لشراء البيتكوين، تضغط هنا لبيع البيتكوين، اضغط هنا، ساضغط هنا لبيع البيتكوين. كما ترون انا لدي 1,400,000 ساتوشي، يعني بدون حسابات الرقم الاخير. ساضغط عليها، كم ستعطيني؟ اعطتني 9.34، يعني 9 دولار فاصلة 34. الجميل في هذا الموقع ان البيع والشراء يعني فوري. ساقوم بالبيع الان، ساضغط هنا، يقول لي سنقوم ببيع البيتكوين، نضغط على هنا، لقد تمت العملية بنجاح كما ترون. سأقوم بسحب، سأضغط على واليت. كما ترون لقد قمت ببيع البيتكوين الخاص بي، لقد أصبح هنا في الدولار كما ترون 9.34. الآن سأقوم بسحبها على حسابي في الأدف كاش كما ترون، وسأنتظر البطاقة البلاستيكية وأسحب المال، يعني ستقوم بالسحب، ستخرج من الواقع الافتراضي إلى الحقيقة، يعني البيتكوين يعني كما ترون قد قمت ببيعه 9.34 دولار. الآن سأقوم بسحب هذه 9.34 دولار، سأضغط على ويلدراو. هنا يعطيك كثير من البنوك، البايزا يعني هنا يدعم الماستر كارد، بايمنت، الفيزا، كثير من البنوك. هنا انا ساختار الادف كاش، ساضغط على الادف كاش. هنا سادخل كم اريد سحب، 9.34 دولار. سادخل الايميل الخاص بي في الادف كاش، كما ترون قد قمت بإدخال حسابي، سأتأكد سأقوم كما ترون لقد اقتطع لي الموقع، كما ترون لم يقتطع كثيرا، كما ترون أصبح 9.1. وأضغط على ويلدراو، كما ترون لقد تم السحب. الآن يقول لي ادخل إلى الإيميل الخاص بك وقم ب وضع confirmation،
كما ترون الآن قمت بالدخول إلى الجيميل الخاص بي. كما ترون لقد وصلتني رسالة: ضروري عليك تأكيد السحب. سأقوم بتأكيد السحب أنا الآن. يقول لي هذا الإيميل الخاص بك، تأكد من الإيميل الأدفكاش هنا بالطبع هنا، وأضغط على يس كونفيرم. كما ترون يخبرني الموقع أن قد تمت عملية بنجاح. الآن سأدخل إلى حسابي في الأدفكاش وأضغط أكشواليزي. هل يرسل الموقع مباشرة أم سأنتظر بعض الوقت؟ سنرى. سنضغط أكشواليزي، لم يصلني بعد المال. سأضغط أكشواليزي وأنتظر حوالي بعض الوقت، 5 دقائق أو 6 دقائق. لم يصلني شيء، سأنتظر قليلا، سأوقف الفيديو. كما ترون لقد وصلني السحب. كما ترون سأضغط على السحب. كما ترون قد وصلني، هذا هو اسم الموقع بيتكوم. قد وصلتني 9.10 دولار. كما ترون الموقع صادق. كما ترون سندخل هنا هذه العملية. لم يقتطعوا يعني 2 سنت اقتطاعوا. كما ترون أنصحكم بالاشتغال على هذا الموقع وتحويل الأموال من يعني أردت بيع البيتكوين أو أردت شراءه. هذا الموقع لقد قمت بشرحه مسبقا، سأقوم بوضع رابط الفيديو أسفل هذا الفيديو. بخصوص بنك الأدفكاش، هو من بين أفضل البنوك حاليا كما رأيتم. يعني أنا قمت بطلب البطاقة البلاستيكية عفوا، ستصلون في هذا الأسبوع إن شاء الله، وسأريكم طريقة السحب وإثبات السحب من الصراف الآلي. يعني والمميز في هذا البنك أنه تقوم بسحب البيتكوين، الدولار، الأورو، الروبل، أي عملة إلكترونية بواسطة هذه البطاقة. هناك من يواجه مشكل، يعني لا يوجد طريقة لشحن حساب الأدفكاش من باي بال، ولكن ستضغط هنا، لاحظوا معي، تضغط على نيو، ننزل للأسفل، يعطيك الموقع طريقة شحن الأدفكاش. سنضغط على هذا الموقع، يعطيك موقع صادق 100% أو 1000000%. كما ترون إذا كان لديك المال في الباي بال، كما ترون تختار هنا البنك الذي تريده، مثلا الباي بال، تريد إرسال من الباي بال إلى الأدفكاش، أو العكس من الأدفكاش إلى الباي بال، يعني أو إرسال من جميع البنوك كما ترون أوكي باي، الباير، الباي بال، البايزا، ويب موني، بيرفكت موني، يعني الكثير من البنوك من البيتكوين. يعني هذا البنك يدعمه جميع بنوك العالم، تدعم بنك الأدفكاش. وقد وضعت شرحا لطريقة التسجيل في بنك الأدفكاش وحصول على بطاقة بلاستيكية من نوع ماستر كارد. يعني الموقع أنصحكم بالاشتغال على هذا الموقع لتحويل العملة، هو أصدق موقع حاليا. يعني مدة التحويل لم تتجاوز 5 دقائق. لقد رأيتم كيف قمت ببيع البيتكوين وتحويله إلى دولار وسحبه على حسابي في الأدفكاش. هذا كل ما لدينا في حلقتنا اليوم. لا تنسوا عمل لايك للقناة ليصلكم كل جديد علوم الإنترنت، واضغطوا على وعملوا الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.